كتير ما بشوفكمش ولا بكلمكمش ولا اي حاجه. النهارده هنعمل شويه بطاطس. قال لي قالوا نتعشى هنعمل ايه؟ قلنا نعمل شويه بطاطس وجنبها جبنه وخيار. البطاطس يا بنات بنجيبها عادي عاديه، بتجيبها من الخضري وبتغسليها وتقشريها بالطريقه دي، واخده بالك انت وهي، وتبقى بتقشرها بالطريقه دي. خلاص يا بنات اهو هوريكم كمان واحده ايه. بصي تقشري كده، قطعيها كده كده اهو صوابع اهو. وفي بطاطس صغيره ممكن تجيبيها تسلقيها، ماشي اهي. بصي اهي اهي يا بني، سهله خالص اهي، واخده بالك اهو. انا قلت اعملها وبعدين لا قلت اصورها وحبايبي يشوفوها وانا بعملها. بصي اهي وبس. والزيت يضح على النار وتحمريها بالشكل ده. طبعا احمرها واطلعها واوريها لكم، ماشي يا حبايبي. واتمنى تفعلوا الجرس والاشتراك في قناه يوميات مربي ارانب، واتمنى الاكله دي تعجبكم. وادينا رجعت لكم تاني، لسه ما حمرتش يا حبايبي على النار اهي، ومع بعضين نتكلم مع بعض مع بات ايه البطاطس تحمر. ولازم الزيت بتاعك يبقى نضيف، خدتي بالك؟ الزيت لو لقيتيه سود وغمق ما تشتغليش بيه وتحمري بيه اي اكل. ليه؟ غلط، بيتعب الصحه وبتبقى حاجه مش كويسه. خلاص ما يجيبلناش امراض وليك والاولاد. خلاص يا بنات خلاص، احنا عرفنا بنقطعها ازاي اهي. احنا قلنا البطاطسايه، طبعا انا ما جاتش في دماغي ان انا اوريكم البطاطسايه لسه سليمه اهو، قلت وانا بعمل اوريها لكم اهو. تعملي كده، بصي يا بنات اهو اهو اهو. نقطع لاولادنا بطاطس في البيت احسن ما نجيب شيبسي في ماده حافظه اهو اهو. بطري بيه العيال الصبح تتعشي بيه، جميله جدا البطاطس، وموجوده ما شاء الله حاجات الشتاء جميله جدا، حاجات في الشتاء جميله. بطاطس زي كده تعبانه زي كده ما تشتغليش بيها، خلاص ما خدتش بالي منها. خلاص يا بنات اهو اهو بالمنظر ده. خلاص بنحمرها مع بعض اهو على النار اهي، وطبعا ما نخليهاش تسود، يبقى لونها ذهبي، ماشي يبقى لونها ايه ذهبي اهو على النار مع بعض اهي. اهي يا بنات اتحمر اهي، ونطلعها مع بعض اهي اهو. دي واحده وبين اي نحمرها اهي، نحمر على النار. واديني يا بنات بنحط هنا طبعا منديل على الطبق علشان الزيت بيبقى بتصفى من المقصوصه، بتبقى خطره على صحه البني ادم. خلاص واتمنى يا بنات، نسيت اقول لكم ان كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، ويعود عليكم وعلينا بخير باذن الله. اه يا بنات اوريكم بردك لما نيجي نحط تاني، مش البت ترمي البطاطس وتجري في الطاسه، لا وكل مصفيه من ميه. بصي اهو طبعا الميه بتاعته كل ميه متلجه. خلاص ايوه يا بنات، ودينا بنحطه في الطاسه زي ما انتم شايفين كده اهو. وعاوزه البنات بقى ما تيجي تحط في الطاسه مش تجري، لا لازم الميه تكون مصفيه من الميه ان شاء الله، وتعمل كده اهو وتحط في الطاسه. مش ارمي البطاطس واروح اجري عشان تعمل نتفادى الحريق والشغلانه اللي بتحصل دي، لا عشان ايدي ما تتلسعش. والمصفى ده يتحط في مصفى، يتصفى في المصفى ينزل منه الميه، خلاص ما تبقاش فيه ميه. وبعد كده تحطيه في طبق في اي حاجه وبقى بالشكل ده، وتتغسل كويس يا بنات. خلاص اهم حاجه النظافه، واهم حاجه الحاجات بتاعتنا تبقى كويسه في بيتنا، وما تعملي حاجتك في بيتك احسن ما تجيبيها من بره. خلاص طبعا بتجيبيه من عند الراجل بتاع الطعميه والفول اللي هو المطعم، بتبقى الزيت بقى بتاعهم مش نضيف ومش كويس، ونجيب بقى وخلاص يعمل لنا تلبك معوي بعد كده، لا بحاجتنا في بيتنا نعملها. نجيب البطاطس نغسلها وننضفها ونقطعها زي ما احنا بقينين صوابع كده. عايزه تجيبيها وتسلقيها صغيره وتسلقيها على النار، وبعد كده تهرسيها، وبعد كده تحطي على ملح وكمون وشويه زيت، تبقى جميله جدا برضو، تتعشي بيها تفطري بيها جميله جدا. خلاص احنا دلوقتي هنتحمر، واحنا وريناكم نحمر بالطريقه دي اهي، حمرناها بالطريقه دي اهو، لا غامقه قوي ولا فاتحه قوي، لونها ذهبي. خلاص
ونحطها على منديل عشان تمتص الزيت، وبعد كده نحطها في طبق تاني ونقدمها. تقدميها بقى مع جبنه جنبها. ايوه بنات، واديني رجعت لكم اهو، ادي البطاطس خلصتها اهي بالمنظر ده، واخدين بالكم؟ وادي جنبي جبنه بخيار بوطه، وادي جبنه بخيار بوطه، وعشوه تمام التمام. نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل برضك ما انسى، فعلوا الجرس والاشتراك في قناة يوميات مربي أرانب، ونشير بقى الفيديو ده يا بنات، حاجات كده على قدنا، يا رب بس تعجبكم. خلاص اهو زي ما احنا شايفين البطاطس اهي تبقى ذهبي ده، ودي جبنة وقوطة، جبنة وقوطة اهي، وخيار. دي عشوة لذيذة وحلوة وجميلة، وجنبها العيش بتاعنا الجميل. هقدم لكم البطاطس دي ان شاء الله مع الجبنه وجنبها خيار، وبدا عشان ونفعل الجرس ونشترك في قناه يوميات مربي ارانب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.